لا فيش امان نهائيا، فيش امان نهائيا، ما حسناش في امان نهائيا. يعني اللي صار في رفح في لما خبطوا الشابوره عمل رعب لكل سكان رفح هناك، لكل السكان، خلت ناس اضطر الناس كلهم يشردوا من هناك. فيش مكان آمن، يعني هينا في المدارس وبالمدارس بتعرضوا لقصف. يعني كانوا في المدرسة تحت الشباك الصف اللي أنا فيه، قرايبي اتصاوبوا وهم في الخيمة.